حقيقة احنا بحثنا عن هواي جامعات بالعراق وكان معدل ابننا عالي يعني حقيقة، فردنا الفشي المميز بالجامعات العراقية، فشفنا بأنه جامعة الكفيل إلها فد باع وإلها فد مستوى، وحقيقة احنا جينا للجامعة اطلعنا عليها قبل ما نسجل ابننا بهذه الجامعة، فشفنا المستوى البناء والتقنيات المستخدميها، بالإضافة سألنا بأنه أكو أساتذة على مستوى من العلمية، فهذا شف الشيء مفرح حقيقة، وإحنا شفنا بأنه العتبة العباسية تبني هالشكل صرح علمي عملاق ينافس الجامعات الحكومية وقد يكون منافسة للجامعات العالمية، فهذا فشي مميز والحمد لله شكر اللي الله وفقنا، وابننا كان واحد من الطلاب اللي يدخلون في هذه الجامعة، جامعة الكفيل كلية الطب البشري، ونشكركم شكر جزيل وممنونين حضرتكم. طموح الطالب انه يكون هنا لانه هو قال ما شاء الله فشي غريب هذا والله، يعني فشي جميل وحلو ومرتب تقريبا ما شايفين مثلها بالعراق. إن سبب اختيار جامعة الكفيل لما تمتاز بها هذه الجامعة من رصانة وسمعة في هذا البلد، وكذلك المشيدات المتوفرة في هذه الجامعة والأساتذة الأكفاء، لذلك كان سبب اختيار هذه الجامعة كونها تمثل صرح علمي جديد يرفض إلى التعليم العالي والبحث العلمي. الحقيقة اللي جذبنا لهاي الجامعة هو أولا اسمها اللي يحمل اسم أبي الفضل العباس عليه السلام، وهذا الاسم يوحينا على أنه يجب أن يكون الكادر اللي موجود هنا هو أيضا متفاني ويسمو بنفس الإيثار والإباء اللي موجود عند أبي الفضل العباس عليه السلام. الجامعة صار إنها فصدى يعني وسط العراق وبدت ترتقي مع الجامعات الأخرى والكليات الأخرى، وهذا اللي هو جذبنا يعني. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.